وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. السؤال الأول، اقرأ من قوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ما معنى عسيتم؟ قاربتم وشارفتم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. ما معنى بيت؟ دبرت بليل أو سوت وزورت. وهو الذي أنشأ جنات معروشات. ما معنى معروشات؟ محتاجة للتعريش كالكرم ونحوه. لولوا إليه وهم يجمحون. ما معنى يجمحون؟ يسرعون في الدخول فيه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ما معنى صلصال؟ طين يابس كالفخار، طين يابس يسمع له صلصلة. وكل أتوه داخرين. ما معنى داخرين؟ صاغرين أذلاء مبعدين. عربا أترابا. عربا متحببات إلى أزواجهن. وفصيلته التي تؤويه. ما معنى وفصيلته؟ عشيرته الأقربين المنفصل عنهم. فإذا هم بالساهرة. ما معنى بالساهرة؟ هم أحياء على وجه الأرض. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ما معنى فقدر عليه رزقه؟ ضيق عليه ولم يبسطه له. بارك الله فيك. ذلك فليتنافس المتنافسون.